الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. صدق الله العلي العظيم. الانتظار هل هو شيء حسن أم شيء سيء؟ علماء النفس وعلماء الاجتماع يعتبرون الانتظار شيئا سيئا، أما علماء النفس ينظرون إلى الانتظار بعنوان صفة سيئة نابعة من خلل في النفس. وأما علماء الاجتماع فيعتبرون الانتظار مشكلة اجتماعية تتولد منها مشاكل كثيرة. الانتظار ينبئ عن فشل الشخص. الإنسان الفاشل في حياته يجلس وينتظر، يتوقع أن تحدث له معجزة، يتوقع أن يأتي فارس أحلامه. من دون أن يعمل أي عمل يتوقع أن حوائجه تقضى. يتوقع أن أمنياته تتحقق. إنسان فاشل في الحياة ينتظر، فالانتظار ينبئ عن وجود خلل نفسي في نفس الشخص، ولذا يجلس وينتظر. هذا الخلل في نفس الشخص إن لم يعالج
ينتقل إلى شخص ثاني وإلى ثالث وإلى رابع، شيئا فشيئا ينتشر. حالة التكاسل تشيع إلى أن تصبح ظاهرة في مجتمع. إذا أصبحت ظاهرة هذه الحالة، يعني أن ذلك المجتمع يعاني من مشكلة حقيقية. حالة التكاسل، حالة التقاعس، حالة توقع معاجز، كل شيء يحدث بالمعجزة. فالانتظار سيء نفسي وسيء اجتماعي. لكننا نجد في الأحاديث الشريفة مدحا كبيرا للانتظار. في حديث 400، هذا الحديث الصحيح الجليل الذي علم فيه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أصحابه 400 موضوع، من أحكام شرعية إلى أخلاقيات إلى واقع في نفس الإنسان إلى أمور اجتماعية، حديث عظيم جدا. حديث 400 آخر حديث في كتاب الخصال للشيخ الصدوق، وفي كتب أخرى أيضا طبعا ورد هذا الحديث. في هذا الحديث الشريف يقول المولى صلوات الله وسلامه عليه: إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل انتظار الفرج. اللهم صل على محمد وعلى محمد. في مقطع آخر منه: أفضل أعمال المرء انتظار الفرج من الله عز وجل. في حديث شريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل العبادة انتظار الفرج. في حديث مشهور آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج من الله عز وجل. في حديث ثالث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل جهاد أمتي انتظار الفرج. في حديث عن الإمام أبي جعفر الجواد عليه الصلاة والسلام: أفضل أعمال شيعتنا انتظار الفرج. أحاديث وأحاديث، مدح مثل هذا المدح للانتظار. بعض غير العلماء من الأديان الأخرى المعادية للإسلام اعتبروا ذلك منقصة، نقطة سوداء تؤخذ على الإسلام. الإسلام يروج يشجع للتكاسل للتقاعس. كلا، هذه ليست نقطة سوداء، بل هي نقطة قوة في الإسلام. من الخطأ أن الشخص يفسر نصا حسب أهوائه ثم يستشكل. أعرف معنى النص، إن تمكنت استشكل فيما بعد. الانتظار انتظاران: انتظار سلبي وانتظار إيجابي. الانتظار السلبي في كلمة واحدة: الانتظار بدون العمل، نسميه سلبيا لأنه خالي عن العمل. الانتظار الإيجابي: أن يعمل الشخص عمله، يسعى سعيه وينتظر النتائج. الانتظار السلبي:
بالفعل هو شيء سيء. أن يجلس الإنسان في مكانه ويتوقع أن الأشياء تحدث من دون أي سعي، من دون أي عمل، هذا شيء سيء، سيء جدا، هذا تقاعس، هذا تكاسل. المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول في كلمة مشهورة له: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجو التوبة بطول الأمل. طبعا هذا الحديث الشريف ورد في مصادر أخرى بهذا النص الذي ذكرته لكم. في نهج البلاغة هذا الحديث ورد باختلاف في كلمة واحدة، بدل كلمة يرجو التوبة في نهج البلاغة ورد يرجئ التوبة، يرجئ يعني يؤخر. لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجئ التوبة بطول الأمل. شيء قبيح، شيء سيء، أن الإنسان فقط وفقط يأمل من دون عمل، هذا خطأ. بالفعل هذا ينبئ عن وجود خلل إما في نفس الشخص أو خلل فكري أحيانا. يجلس، افتقر الشخص، يجلس ينتظر أن الدراهم والدنانير تنزل له من الله عز وجل، أحد يأتي ويطرق الباب له ويعطيه دراهم ودنانير، خطأ. يتوقع أن مشاكله تحل من دون أي سعي، خطأ. حمزة بن الطيار أحد الأصحاب الأخيار للإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، كان صاحب ثروة ثم افتقر إلى أن ضاقت به الحياة، ضاقت به الدنيا، فشكى حاله إلى الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام. الإمام عليه الصلاة والسلام قال له: ألك حانوت؟ يعني محل، عندك محل؟ قال: نعم، ولكن محل لا توجد فيه بضائع، ينفع؟ ماذا يصنع بهذا المحل؟ ما عنده بضائع. فأمره الإمام عليه الصلاة والسلام أن يصلي ركعتين ويدعو بدعاء معين علمه الإمام عليه الصلاة والسلام، ويذهب ويجلس في حانوته. لماذا تجلس في دارك؟ اذهب وجلس في حانوتك. لا يوجد شيء في الحانوت، ماذا أصنع في الحانوت في المحال؟ حتى لو لم يكن هناك شيء، أنت اسعى، أنت تتمكن من هذا السعي، اسعى، اذهب واجلس في الحانوت في المحل، تتمكن أن تصنع هذا الشيء، اصنع. ائتمر بأمر الإمام عليه الصلاة والسلام، صلى ودعا وذهب إلى محله، إلى حانوته، جلس. بعد ساعة جاء إليه شخص طلب منه أن يبيع له بضاعة ويقتسم الربح، أخذ البضاعة، باعها، اقتسم الربح. شيئا فشيئا عمل عمل، هو يقول: حتى ركبت الدواب واشتريت العبيد وبنيت الدور، واضع يتعدل، تحسن وضعي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أن يجلس الإنسان ويتوقع شيئا من دون أي سعي، خطأ، اذهب اسعى. الانتظار السلبي شيء سيء جدا، صفة سيئة
تنبئ عن خلل نفسي أو خلل فكري. بالفعل إذا لم تعالج هذه المشكلة النفسية تنتشر، تصبح مشكلة اجتماعية حقيقية. التقاعس، التكاسل، المشكلة اجتماعية. إذا انتشرت هذه الحالة في مجتمع، بالفعل هذا المجتمع مجتمع مريض يحتاج إلى علاج، صحيح. ولكن هذا هو الانتظار السلبي الذي نهى عنه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أشد النهي. أما الانتظار الإيجابي فهو من النقاط العظيمة في الإسلام. الانتظار السلبي ليس مشكلة نفسية بل علاج لأمراض نفسية، ليس مشكلة اجتماعية بل حل لبعض المشاكل الاجتماعية. الانتظار الإيجابي يعني أن الشخص يسعى بسعيه، يعمل عمله بكل جهد، ولكن عينه تشخص إلى يد الله عز وجل، إلى يد غيبية. بدون هذه الحالة الإنسان يصاب بأمراض نفسية. كل العقلاء الذين يفهمون معنى الدنيا، يعرفون التعامل مع الدنيا، يعرفون أن جهودهم أقل من أهدافهم. لا يوجد شخص يفهم يعتبر جهده هو الذي يوصله إلى أهدافه أبدا. أنت تريد أن تصبح عالما، تدرس وتدرس وتدرس، الدراسة توصلك إلى العلم؟ أبدا. هناك آلاف الموانع. إذا لم تكن هناك يد غيبية ترفع هذه الموانع، مستحيل أنك تصبح عالما. كم من الناس كانوا أذكى منك وجهدهم أكثر منك ولكن ما توصلوا إلى شيء. مرة واحدة تحدث له حادثة، مرض، حادث في السياقة، يفقد عقله كليا، هذا يصبح عالما؟ كان مجدا. يصاب بمرض يشله عن الحركة، يصبح عالما؟ عادة لا. تحدث له مشكلة لا يتمكن أن يواصل دراسته، يصبح عالما؟ لا. كان مجدا، عنده طاقة، ولكن الموانع بالآلاف. إذا لم تكن هناك يد غيبية ترفع الموانع من أمامك وتسهل الطريق لك، أنت تصبح عالما؟ أبدا. تصبح ثريا؟ أبدا. تصبح رئيسا؟ أبدا. هناك يد غيبية. الإنسان الذي يفهم الدنيا يسعى، يريد أن يصبح عالما يدرس، يريد أن يصبح ثريا يتاجر، يريد أن يصبح متنفذا يمشي في هذا الطريق، ولكن عينه على شيء غيبي. بدون ذلك الذي يفهم الدنيا إذا لم يكن عنده هذه الحالة، حالة الانتظار للنتائج، حالة توقع، إسناد من يد الله، من يد غيبية، إذا هذه الحالة لم تكن في الإنسان، الإنسان يصاب بأمراض أصلا. لأن الأهداف أهداف كبيرة، وطاقته، كل إنسان، كل إنسان طاقته قليلة. أنت تتمكن أن تزيح كل الموانع في الدنيا؟ عظماء ما تمكنوا، عباقرة ما تمكنوا أن يزيحوا مانعا واحدا، مانعا واحدا ما تمكنوا أن يزيحوه. الانتظار الإيجابي تعمل ولكن أملك بشيء آخر، بيد غيبية، بيد الله. من هو يد الله؟ محمد وآل محمد. الانتظار الإيجابي نقطة، نقطة عظمة في الإسلام. إسلام
بزغ نوره في مجتمع متخلف إلى أبعد الحدود. قل ما يكون هناك مجتمع مثل ذاك المجتمع. الإسلام بزغ نوره في هكذا مجتمع، ولكن جاء بهذه المفاهيم الكبيرة. الانتظار مفهوم عظيم، لا أقول رائع، أروع من الرائع. ولذا ورد أفضل العبادة انتظار الفرج. أمل، عمل مع أمل، هذا الأمل روح هذا العمل. بحث سريع في التاريخ، في تاريخ المؤمنين على مر العصور، حالة الانتظار كانت موجودة لكل الأمم المؤمنة. الأمم السابقة على الإسلام، هذه الأمة كم من الموارد، كم من المرات كانت هذه الحالة، حالة الانتظار عندهم. خذ إليك بني إسرائيل، بنو إسرائيل انتظروا، أولا انتظروا قدوم موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام سنوات طويلة طبعا، هذا الانتظار الأول. طبعا تعبوا أوذوا إلى أن تحقق هذا الشيء الذي انتظروه. جاء موسى، بعد مجيء موسى انتظروا إلى أن يهلك عدوهم الذي سلب الراحة منهم. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم. انتظار ثاني إلى أن تحقق هذا الانتظار. انتظار ثالث، قضية ذهاب موسى واستخلافه لهارون، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هذا انتظار. في هذا الانتظار البعض سقط، البعض ارتقى. قبل ذلك، بعد ذلك، نوح النبي انتظره قومه مئات السنوات، مئات السنوات الناس بانتظار نوح. بقية الأمم السابقة، تعال إلى هذه الأمة المرحومة، كم انتظرت هذه الأمة، كم مرة هذه الأمة امتحنت بالانتظار. سنوات طويلة انتظروا قدوم رسول آخر الزمان وهو خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله. أصحاب الديانات، النصارى، اليهود، غيرهم انتظروا قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله. جاء رسول الله، ولد صلى الله عليه وآله، انتظروا بعثته الشريفة 40 سنة. انتظار. كانوا يعيشون في وضع صعب جدا إلى أن بعث رسول الله صلى الله عليه وآله رسولا إلى الناس. بعد ذلك الحروب بدأت بأشكال مختلفة ضد رسول الله، ضد المؤمنين والمسلمين. انتظر المسلمون 21 سنة، طالت فترة هذا الانتظار إلى أن انتصر رسول الله صلى الله عليه وآله على ألد أعدائه مشركي مكة أبو سفيان وجماعته.
بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله انتظر المؤمنون أن يرجع الحكم إلى أصحابه إلى صاحبه. انتظروا 25 عاما، انتظار صعب كان. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يبين هذا المعنى في الشقشقية في غيرها. بالنسبة إلى فترة الأول يقول: فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى أرى تراثي نهبة. بالنسبة إلى فترة الثاني يقول: فصبرت على طول المدة وشدة المحنة. بالنسبة للثالث يقول: إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه، وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع. ولكن النتيجة حدث، تحقق ما انتظره المؤمنون عندما يقول عليه الصلاة والسلام: فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إلي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تحقق ما انتظره المؤمنون. وبعد ذلك انتظار وانتظار وانتظار، مرات عديدة من الانتظار. حديثنا عن الانتظار ما انتهى، هناك نقاط أخرى قد تكون مهمة في معرفة الانتظار وما يرتبط بالانتظار، قد تكون مفيدة إن شاء الله تعالى. نرجع تلك النقاط إلى الأسبوع القادم إن كنا من الأحياء ووفقنا له، أو إلى وقت آخر. أمامنا ذكرى عظيمة جليلة جدا، الذكرى التي تبدأ من يوم الثلاثاء القادم وإلى آخر الأسبوع الذي بعده، العشرة المهدوية. هذه الذكرى العظيمة المعطرة بحدث كبير جليل عظيم، وهو مولد سيد البشر في هذا العصر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. من هو سيد البشر في هذا العصر؟ سيد البشر في هذا العصر هو الذي سيقول: وإن شاء الله تعالى سنسمع، الذي يقول: من أراد أن ينظر إلى رسول الله فها أنا ذا رسول الله. من أراد أن ينظر إلى أمير المؤمنين فها أنا ذا أمير المؤمنين. من أراد أن ينظر إلى الحسن والحسين فها أنا ذا الحسن والحسين. من أراد أن ينظر إلى الأئمة من ولد الحسين فها أنا ذا الأئمة من ولد الحسين. مولد هذا الإمام في هذه العشرة المباركة. كان هناك اقتراحان ذكرتهما سابقا لبعض العلماء، أكرر هذين الاقتراحين. الاقتراح الأول، وأنتم تعرفون الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة
ولكن هذا أيضا ضمن الاقتراحات الجيدة الحسنة، أن الإنسان إن تمكن أن يعق على الأقل عقيقة واحدة عن الإمام أرواح نافذة، هذا شيء محبوب، خصوصا إذا كان الإنسان يبين لمن يوزع لهم هذه العقيقة أنها عقيقة لمولانا لصاحب زماننا أرواح نافذة. الاقتراح الثاني الذي اقترحه بعض العلماء أيضا أن الإنسان في هذه الذكرى أو في غيرها من الذكريات الجميلة يربط الأحداث المفرحة السارة لنفسه بأحداث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام السارة، يريد أن يحتفل احتفالا يجعل احتفاله في أيام مباركة في أيام مرتبطة بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يريد البعض كان يقول هكذا، يريد الشخص أن يحتفل بعيد ميلاد ولده يجعل تحتفل بعيد ميلاد ولدك في اليوم العاشر من الشهر السادس مثلا، ثم مثلا احتفل اصنع نفس الشيء الذي تصنعه لولدك، هو المهم أنه تصنع له شيئا، اصنع ذلك في هذه العشرة المباركة في هذه الأيام المباركة، صنعت له ما أراد وما أرادت العائلة، ومع ذلك ربطت هذا الولد هذه البنت بإمامهما. المناسبات السعيدة الحوادث السعيدة السارة الشخصية نجعلها مرتبطة بالحوادث السارة السعيدة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وهذه إحداها وهذه إحدى أعظمها. طبعا هناك شيء مألوف عند المؤمنين الذي يتمكن عنده مناسبة زواج كذا، الذي يتمكن يجعل هذه مناسبة في هذه الأيام، هذا شيء الحمد لله رب العالمين شائع، هكذا المناسبات السارة الأخرى. الرابط بين الحياة الشخصية لأنفسنا وبين أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في القضايا الهامة وحتى في القضايا العادية. أبارك لكم وللمؤمنين جميعا هذه الذكرى السارة العظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى بحق صاحب الأمر بمكانته عنده بفضله بجاهه عند الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم بحقه لا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.